بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 37 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الجليل سوداني. الأخ عبد الجليل يقول: أنا راعي غنم، وجدت ذات مرة 2 من الضأن ولم أجد صاحبها، وبقيت عندي لمدة 2، كيف توجهونني الآن وكيف أتصرف فيها جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضالة الغنم إذا كانت في بر يخاف عليها من السباع فلا بأس أن تأخذها، فإن وجدت صاحبها تدفعها إليه، وإلا فإنك تنتفع بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب. يعني هذا إذا كانت في بر، ولا تمتنع من السباع. أما إذا كانت هذه الأغنام في بلد أو عند أهلها، قريبة من أهلها، فلا يتعرض لها أحد، لأنها في مأمن حتى يأتي صاحبها ويأخذها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها المستمع علي الصبحي يقول: الإجازة الاضطرارية التي يتمتع بها الموظف وهي تمثل 10 أيام في السنة، هل يجوز لي أن أخذها لكي أزور فيها المدينة المنورة أو للذهاب مع الأهل للنزهة، أم لا بد أن تكون للضرورة القصوى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الإجازات الضرورية حسب النظام، حسب النظام. إذا كانت لا تعطى إلا لمن عنده ضرورة، فإنه لا يجوز لك أن تطلبها وليس عندك ضرورة، بل من أجل أن تستعملها للنزهة أو للعمرة أو للذهاب للمدينة، فإن هذه الأمور ليست ضرورية، والبقاء في العمل واجب. الذهاب إلى العمرة أو إلى المدينة للصلاة في المسجدين وللعمرة في مكة هذه مستحبات، والقيام بالعمل الواجب ألزم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا يوجد محل مخصص لإقامة الصلاة في مقر العمل وبجوار ذلكم المكان للعمل مسجد، فهل نصلي في ذلكم المكان المخصص للصلاة في العمل أم لابد من الذهاب إلى المسجد؟ يجب الذهاب إلى المسجد إذا سمعتم المؤذن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولما استأذنه رجل أعمى وشكى إليه ما يجد من المشقة في مجيئه إلى المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. فمهما أمكن الذهاب إلى المسجد فإنه يجب. أما إذا لزم على الذهاب إلى المسجد أضرار ومشقة لا تتحمل، فهذا عذر شرعي يبيح لكم أن تصلوا في دائرتكم ومكان عملكم إذا وجد عذر شرعي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إمام أو مؤذن أخذ إجازة لمدة 1 شهر ووكل شخصا آخر يقوم بعمله مدة غيابه، والنظام نص على أن المكافأة لمن يقوم بالعمل، فهل يجوز لي أن أعطيه جزءا منها أو أخذ الباقي، أم لابد من دفعها كاملة لمن ينوب عني؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لك أخذ شيء منها ما دام النظام، ما دام أن النظام ينص على أنها تكون للنائب، يجب إعطاؤها للنائب بموجب النظام، إلا إذا سمح لك بها، إذا سمح لك وكيلك بها فلا بأس بذلك، لأنها حق له قد سمح به لك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع. علي فلاح علي السعد الزهراني بعث يسأل ويقول: إذا مات الميت يجتمع أقرباؤه وأصدقاؤه ويجمعون عددا من الذبائح في بيت المصاب ويبقون هناك لمدة 3 أيام إلى أسبوع وهم يأكلون من تلك الذبائح، نرجو إرشادنا، هل يجوز ذلكم أو لا؟ التعزية مشروعة، يعني يعزى المصاب بالميت ويدعى له ويدعى للميت إذا كان مسلما، فيقول: أحسن الله عزاءك، جبر الله مصيبتك، وغفر لميتك، من غير أن يرتب لهذا الاجتماع أو مكان مخصص من أجل العزاء. وإنما العزاء يشرع إذا لقيت أخاك المصاب، سواء في المسجد أو في المتجر أو في السوق أو في بيته، من غير ترتيب مواعيد والتزام وجلوس أهل الميت في البيت أياما ينتظرون من يأتي يعزيهم. كل هذه أمور لا ينبغي التقيد بها، والواجب الصبر والتحمل واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إنما هذه عادات اتخذها الناس ينبغي تركها لما يلزم عليها من المشاق والنفقات وتحمل الزائرين لضياع أعمالهم، فقد يأتون لهذا الاجتماع وهم غير راغبين، وإنما يأتون إليه مجاملة ودرءا لما يقال لو تأخروا ولم يأتوا. ففي ترك ذلك تيسير على المسلمين وتخفيف من الأعباء التي ما أنزل الله بها من السلطان. المشروع أن يصنع طعام لأهل الميت يقدم لهم يأكلونه، لأنهم مشغولون بالمصيبة ولا يتفرغون لصنعة الطعام لأنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم. أما أن يجمع أغنام وأكياس من الطعام ويفتح مكان للضيافة واجتماعات، هذه كلها من الآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا كل الناس يرضون بهذا. أكثر الذين يأتون كما ذكرنا يأتون مكرهين، لأنهم يتقيدون بهذه العادات، ولو تركوها للزمهم اللوم والعتاب، وربما يحصل بغضة وشحنة بسبب ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حجيت عن أحد الأشخاص الذين قد توفوا، وحينئذ اتضح لي أنه لم يعتمر، فهل يلزمني أن أعتمر عنه؟ إذا كنت أخذت مالا في لحجك وعمرتك عن هذا الميت، فإنه يلزمك عنه الحج والعمرة. أما إذا حججت عنه متبرعا من نفسك أنت ومن مالك أنت، فلا يلزمك أن تعتمر عنه، لكن إن اعتمرت عنه فهو أحسن، وإلا فإنه لا يلزمك ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حامد أحمد محمد سوداني مقيم في المملكة بعث يسأل ويقول: عندما كنت صغيرا لا أفرق بين الحلال والحرام، سرقت بعض المال من جدي والد أبي، والآن لا زال ذلكم الموضوع في فكري، كيف أتصرف الآن جزاكم الله خيرا؟ إن كان جدك موجودا أطلب المسامحة منه، إن كان جدك موجودا أطلب المسامحة منه أو أعطه ما أخذت، وإن كان ميتا فاطلب المسامحة من ورثته أو أعطهم نصيبهم، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط إلا بأدائها أو بمسامحتهم عنها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول ميم أحمد من جدة بعث يسأل ويقول: أنا شاب أعمل في مركز طيب، ورزقني الله بأحد الأبناء وعمره الآن ما يقارب 7 سنوات، وبدأت أفكر في زواجه من الآن، هل يجوز لي أن أعد العدة من الآن أم لا؟ إذ ناقشني أحد الإخوة بنقاش طويل وقال لا يجوز هذا الأمر، واستدل بحديث قال فيه 5 من الشقاء وذكر منها طول الأمل، وجهوني جزاكم الله خيرا. لا أبدا، هذا لا حرج فيه، الحمد لله. فكونك تهتم بتزويجه وتعد لذلك العدة، أنت مأجور على هذا، وليس هذا من طول الأمل، وإنما هذا من الإعداد للحاجة
في المستقبل، الإعداد للحاجة في المستقبل، ومن الاهتمام بابنك. جزاك الله خيرا على هذا. نعم. يقول: أعمل في مجال عمل أقوم فيه بالدعاية لبعض المنتجات الطبية التي يحتاجها بعض المرضى، فأقوم بالدعاية لها عند الأطباء بالمستشفيات، ومقابل ذلك تقوم شركتي بعمل نسبة عمولة للمستشفى على كل جهاز يشتريه المريض، وحينئذ أكافأ أحيانا ويكون لي عمولة مستقلة، فكيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت تأخذ هذه العمولة في مقابل عملك وما تقوم به من الشركة أو من المشتري فلا بأس بذلك، لأن هذا من جنس ما يأخذه السمسار في البيع والشراء. نعم. إن كان يعمل سمسارا بجانب وظيفته الصالحة. نعم. إذا كان يعمل سمسارا بجانب وظيفتي، لنفترض أنه موظف في المستشفى وفي نفس الوقت يعمل سمسار لإحدى الشركات، إذا كان النظام يبيح له أن يعمل موظف وأن يعمل عملا آخر وهو السمسرة لبعض الشركات فلا بأس، أما إذا كان النظام الذي يتبعه يمنع من هذا فلا يجوز له. لا. كم هي الحالات التي يستغل فيها المريض شيخ صالح؟ هل من كلمة يحفظكم الله؟ نعم. كم هي الحالات التي يستغل فيها المريض؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى أن المريض يكون عرضة لسلب أمواله في كثير من الأحوال. لا يجوز استغلال حالة المريض لأخذ أمواله بالدعايات وبأنواع العلاج والزيادة في أثمانها وتكاليفها، لأن المريض يحاول أن يدفع ما يستطيع في مقابل العلاج حرصا على الشفاء، فحالته حالة مضطر، ولا يجوز استغلال حالات الضرورة التي يقع فيها المسلمون للكسب المادي، وإنما الواجب العدل والإنصاف، والمرضى هم بحاجة إلى المساعدة وبحاجة إلى الرفق بهم وتخفيف النفقات عليهم، لا أن يحملوا الأعباء المالية وتنهب أموالهم وتستغل ضرورتهم في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه: نظرا لقضاء وقتا طويلا في السيارة، فأنا أستمع إلى البرامج الدينية المختلفة بالإذاعة أو عن طريق أشرطة التسجيل، وأحيانا أشعر برغبة شديدة لسماع أحاديث نبوية شريفة بدون شرح أو تفسير أو غير ذلك. أخبرني أحد الإخوة في الله أنه لا يجوز لي أن أشعر بهذا الشعور إلا لكتاب الله فقط، وليس لي الحق في هذا الشعور بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة، أرجو أن توجهوني حول ما قال أخي ذلكم جزاكم الله خيرا. هذا كلام فارغ وباطل وكلام من جاهل مركب، فلا تستمع إليه، واستمر على سماع الأحاديث والرغبة فيها، لأنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فيستحب الاستماع للقرآن الكريم والتعبد بتلاوته والاستماع إليه، وكذلك الاستماع لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للانتفاع بها والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك وسيلة إلى العلم النافع والعمل الصالح، والله جل وعلا أوجب علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا استمعنا إلى أحاديثه وأوامره ونواهيه ونصائحه ومواعظه صلى الله عليه وسلم، توجيهاته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك فضل لمن يتوفاه الله في مكة أو المدينة؟ الفضل للعمل الصالح، وكل لا ينفعه إلا عمله، سواء توفي في مكة أو المدينة أو في أقصى الأرض، ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له إلا عمله الصالح، ولكن إذا كان على عمل صالح وتوفاه الله على الإيمان والإسلام وكان في مكة أو المدينة فهذه زيادة فضيلة، هذه زيادة فضيلة. نعم. لكن لا يعتمد على ذلك. طيب. ويظن أن من مات بمكة أو المدينة تغفر له ذنوبه، تكفر عنه خطاياه ويدخل الجنة بدون عمل، هذا اعتقاد خاطئ. نعم. هل يجوز لمن يمتلك أموالا أن يقوم بتوزيعها على أولاده أو بناته قبل موته حتى لا يلحق الورثة الباقون منها شيئا؟ إذا وزعها بالعدل
ولم يحابي أحدا من أولاده ويفضله على غيره فلا بأس. وكونه يترك أمواله ينتفع بها ويتوسع بها في مدة حياته وينفق منها ويتصدق منها ويقدم لآخرته أنفع له، بقوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك مالك فهو خير لك. ربما يحتاج للناس، ما دام على قيد الحياة فالأفضل له أن يمسك ماله وأن يحفظه للنفقات والصدقات والخيرات ودفع الحاجة التي يحتاج إليها، فإذا مات ينتقل ماله إلى وراثته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة المستمع سهيل عبد الله محمد من المدينة المنورة. سهيل يقول: أراقب الله تعالى ولكن أترك بعض الفروض أحيانا، وإني عندما أترك بعض هذه الفروض أكون جدا عصبي، وجهوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز ترك الفروض، وليس هذا من مراقبة الله سبحانه وتعالى. الذي يراقب الله يحافظ على فرائض الله، والفروض هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالذي يراقب الله جل وعلا على يتقرب إليه ويطيعه، وأوجب ما يتقرب به إلى الله هو الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل. أما الذي يترك بعض الفرائض هذا ليس مراقبا لله عز وجل. عليك بالتوبة إلى الله والمحافظة على الفرائض والحرص على فعل النوافل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم البيع والشراء إذا حصل فيه كذب، وهل يعتبر هذا البيع والشراء محرم؟ نعم، الكذب حرام، والبيع والشراء الذي فيه كذب يكون حراما، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والكذب غش، خديعة، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وجاء في الحديث أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ومعنى ذلك أنه يخدع الناس بالأيمان الكاذبة ليروج بها سلعه وهو كاذب، وهذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. الكذب لا يجوز لا في البيع ولا في الشراء ولا في سائر التصرفات. الكذب حرام وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والكذب من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خان باكستان بعث برسالة يقول فيها: ما حكم قراءة القرآن على الموتى، وهل يصل الثواب إليهم، وما حكم القراءة على القبر، جزاكم الله خيرا. القراءة للأموات سواء القراءة على الجنائز أو القراءة على القبور هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تنفع الأموات هذه القراءة لأنها بدعة، والبدعة ليس فيها أجر وإنما فيها إثم. وإنما المشروع للأموات أن يعمل لهم ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الصلاة عليهم والدعاء لهم وزيارتهم والاستغفار لهم والصدقة عنهم والحج والعمرة عنهم والدعاء لهم، هذه هي التي شرع الله للأموات من الأحياء، وهي التي تنفعهم إذا تقبلها الله. أما القراءة للأموات أو عند الجنائز أو عند القبور فهذه بدع محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس فيها أجر وإنما فيها إثم على من فعلها، وهي لا تنفع الأموات. لا. جزاكم الله خيرا. هناك رجل يعمل خادما أي حارسا، وهو لا يستطيع الذهاب لصلاة الجماعة لأن أصحاب المنزل قد يحتاجونه في أي وقت، وفي بعض الأحيان أنضم وأصلي معه، فهل لنا أجر الجماعة، جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك أن تصلي في المسجد ولا تنضم إليه وتجلس معه، تترك الصلاة في المسجد بدون عذر شرعي. وأما هو
إذا كان ذهابه إلى المسجد يفوت أشياء ويحصل ضرر في عمله الذي هو مستحفظ عليه، كأن يكون حارسا على أموال أو على منازل ويخشى عليها من السطو والسرقة إذا ذهب، فهذا عذر شرعي يبيح له أن يصلي في مكان حراسته. أما أنت فليس لك عذر في ترك الجماعة، يجب عليك الذهاب إلى المسجد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صليت أو صمت بقصد أن يكون ثواب صلاتي أو صيامي لأحد أقربائي الموتى، هل يجوز ذلك أو لا؟ لأنني قرأت في كتاب حديث ما رواه الدارقطني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك. وأيضا ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم، فهل يصل ذلك إليهم؟ قال: نعم، إنه ليصل إليهم، وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه. وجهونا حول هذا الحديث وحول معناه، جزاكم الله خيرا. الحديث الأول صحيح، الذي في بر الوالدين، ومن جملته أن تصلي لهم مع صلاتك، وليس فيه وأن تصوم لهما مع صيامك، هذه زيادة غير صحيحة. ومعنى أن تصلي لهما مع صلاتك أي أن تدعو لهم، أن تدعو لهما، المراد بالصلاة هنا الدعاء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي ادعو لهم. فالدعاء للأموات وللوالدين والخصوص مما ينفع الله تعالى به. وأما الحديث الثاني فلا أعرف صحته، ولكن الصدقة عن الميت والحج عن الميت والعمرة عن الميت كل هذا مما ينفعه الله به، ومما وردت به الأدلة، مما وردت به الأدلة غير الحديث الذي ذكره السائل، فيها أدلة ثابتة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. فالختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.